ينضم إلينا في الاستوديو الزميل حسام الأحبابي الصحفي المختص بالشأن العراقي، مرحبا بك معنا. أهلا زميلي حسام، ما أريد أن أسألك عنه، يعني اليوم سمعنا بتحرير الموصل وبعض الأحياء بقي فيها بعض المقاتلين لتنظيم داعش. الموصل القديمة أحياء قديمة وأزقة ضيقة ومكتظة بعدد كبير من المدنيين، لو تشرح لنا جغرافيا كيف استطاعت القوات العراقية والشرطة الاتحادية من التقدم، يعني استراتيجيا جغرافيا كيف استطاعت الدخول وتحرير المنطقة منذ أن فجر داعش جامع النوري والمنطقة المحيطة به إلى إعلان التحرير اليوم على لسان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والجيش العراقي أيضا والتحالف الدولي؟ نعم زميلي أحمد، شكرا لك على هذا السؤال. فعلا هذا السؤال جدا مهم، يتعلق بموضوع التطورات الميدانية، التقدم العسكري العراقي من بدءا من باب سنجار، هذه آخر نقطة تم تحريرها، مرورا بشمال منطقة الموصل القديمة وتحرير مناطق حيين، حي الفاروق الأول وحي الفاروق الثاني، ومرورا أيضا إلى منطقة المشاهدة. طبعا هذه كلها مناطق هي في الجهة المقابلة لجامع النوري الكبير. عندما تم تحرير هذه المناطق وآخرها كان المشاهدة، يعني أتاحت الفرصة للقوات العراقية ميدانيا للوصول على بعد أمتار من جامع النوري الكبير، يعني تقريبا ما يقارب عشرات الأمتار، يعني 60 متر أو 80 متر قبل أن يقدم داعش على تنفيذ هذه الجريمة الكبرى، تفجير جامع النوري الكبير. الوضع الميداني، الأسلوب الميداني الذي اتخذه الجيش العراقي أو جهاز مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة هو الدخول بالاقتحام والاختراق ومن ثم التطويق. بعض المناطق تم تطويقها، بعض المناطق تم اقتحامها واختراقها بشكل كامل، حتى وإن كانت من الجهتين، الجهة الغربية والجهة الشرقية محتلة من داعش، لكن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من اختراق هذه المناطق وفصلها عن بعضها، وبالتالي وصلنا فعلا إلى هذا ما شاهدناه طبعا من خلال الاقتحام جهاز مكافحة الإرهاب منطقة شارع السرج خانة وشارع خزرج. هذه منطقة السرج خانة منطقة تجارية قديمة، تمكن من خلالها من فصل المنطقتين، منطقة الجامع النوري الكبير، وهذا أضعف داعش فعليا على الأرض. بالضبط، عملية الفصل، هذا عملية الفصل هو عملية الاختراق بالتقدم نحو جامع النوري الكبير، ما بعد تحرير جامع النوري الكبير واقتحام منطقة السرج خانة أتاح فعلا الوصول إلى يوم إعلان التحرير. احنا عسكريا مثل ما شاهدنا من بدء عمليات تحرير الموصل لليوم، القوات العراقية كل ما اخترقت ووصلت إلى مركز المدينة، هذا يعني فعلا إعلان تحرير لهذه المدينة، ويبقى فقط الفلول الذين يتم تطهيرهم كل ماذا عن الأعداد الكبيرة الأسر العراقية المتواجدة في مناطق اليوم الحرب في الموصل القديمة والأحياء التي تحدثت عنها التي حررت، كيف استطاعوا من فتح ممرات أمنة، كيف أخرجوهم، كيف كان الوضع بأقل من دقيقة؟ يعني زميلي أحمد، هذه المناطق مثل ما تعرف هي أزقة ضيقة جدا، لابد، لا يمكن فتح ممرات آمنة عن طريق القصف الجوي أو المواجهة العسكرية، لابد من الدخول فيها راجلا واختراقها لتمكين ومواجهة وجها لوجه مع مقاتلي داعش الإرهابي في سبيل إخراج المدنيين. فعلا تمكن المدنيون من الخروج بعد المواجهة التي حادثت ما بين مقاتلي مكافحة الإرهاب وتنظيم طبعا داعش. نتمنى السلامة لباقي الأسر والمدنيين المتواجدين اليوم تحت احتلال تنظيم داعش في الموصل القديم. يقدر أعدادهم ب 15,000 مدني تقريبا، عدد كبير. نعم نسبيا قليل. نعم صحيح. وفي منطقة ضيقة، نتمنى السلامة للجميع. شكرا جزيلا حسام الأحبابي الزميل في غرفة أخبار الآن والمختص بالشأن العراقي. شكرا لك.